وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. ولا يعلم حقيقة هذه الآيات المتشابهات إلا الله. فالآيات المتشابهات مما استأثر الله بعلمه وحقيقته. سئل الإمام مالك عن معنى قوله الرحمن على العرش استوى، فمكث مليا يفكر، ثم أجاب: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فوجب علينا جميعا الوقوف على الآيات المتشابهة بالإيمان والتصديق دون خوض فيها. ولكن هل استأثر الله عز وجل بعلم جميع المتشابهات، أم أنه قد أفاض على بعض عباده كعبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه بعلم المتشابهات؟ قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: أنا من الراسخين الذين يعلمون تأويله. وكيف لا يكون وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومن هنا اختلف العلماء في محل الوقف إلى فريقين، فمنهم من يقف عند اسم الجلالة الله، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه والحنفية، وبذلك يكون المعنى كما أسلفنا: ولا يعلم حقيقة الآيات المتشابهات إلا الله. ومنهم فريق آخر لا يقف عند اسم الجلالة الله، وهو قول عبد الله بن عباس والشافعية والإمام الطبري، وبذلك يصبح المعنى: وما يعلم تأويل الآيات المتشابهات إلا الله والراسخون في العلم. سبحان الله، مجرد تغيير محل الوقف يعطي للآية الكريمة معنيين مختلفين. والراسخون والمتمكنون في العلم يقولون آمنا بهذا القرآن، فيسلمون ويسلمون. نسأل الله العظيم أن نكون من الراسخين في العلم الذين يسلمون بكل ما في القرآن ويسلمون، وألا يجعلنا من الزائغين الذين يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. كل من عند ربنا لا شك فيه، نؤمن به وإن كنا لا نعلم حقيقته. فنؤمن بالروح، ونؤمن بالجنة وما فيها من نعيم، ونؤمن بالنار وما فيها من عذاب. ولكن لا بد أن في الأمر حكمة. الحكمة هي تمييز وتمحيص المؤمنين من الذين في قلوبهم زيغ، وما يفهم ويعقل ويتدبر ذلك إلا أولو الألباب. وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة والرزينة، وهذا ما يميز الإسلام. يعطي للعقل مساحة للتدبر والتفكر فيما هو محكم وما هو متشابه. جزاكم الله خيرا. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.